عندي بنت عمرها الآن 5 سنوات ونصف. بدت عندنا موضوع القلق من عمر السنتين أو 3 سنوات. رحنا عند أكثر من دكتور يعني يؤكد على استخدام الأدوية، لغاية بطريقة أو بأخرى وصلنا إلى مستشفى الجليلة، ولله الحمد والشكر والفضل والمنة، لأن مستشفى الجليلة كانت النفق المضيء اللي وصلني إلى النهاية اللي كنت أحلم فيها. يعني بصراحة دكتور حكم ما قصر، شافني في أسرع وقت ممكن، وعدني وقال لي بعد سنة بنتك راح تدخل المدرسة. قال لي بنتك ما عندها أي نوع من أنواع التوحد ولا تحتاج أي أدوية، بنتك تحتاج فقط إلى دعم نفسي من خلال البلاي ثيرابي. ولذلك أنا راح أرشح أخت كريمة في المستشفى اسمها جمة، وهي مسؤولة العلاج باللعب، بلاي ثيرابيست. الآن صار لنا بحدود السنة بالضبط يوميا في علاج باللعب، الحمد لله والشكر لله. بعد ما كانت بنتي تخاف أن تكلم حتى أقربائها، بعد ما كانت تخاف تكلم أي طفل، بنتي الآن عندها 3 أو 4 أصدقاء، بنتي الآن في المدرسة. كل الموضوع أنها كانت تعاني من القلق. شكرا لمستشفى الجليلة، شكرا لكل القسم النفسي فيها ودكتور حكم اللي ما أنسى فضله طول حياتي. طبعا في نهاية الرحلة أحب أشكر جيما هوكنز لأنها كانت لها الفضل في الوصول إلى ما وصلنا إليه. شكرا المعالجة جيما هوكنز، أنت صنعتي الفرق. شكرا.